السلام عليكم. اليوم انا اخبرك كيف سوي واحد جديد سب يونت داخل باركود داخل برنامج من الحسابة اسم ريالو. اول شيء راح داخل برودكت، زين هنا انت حصل كله اسم عشان هذا برودكت وكم كوانتيتي موجود هنا وكم سعر انت اشتريت هنا، واذا انت تريد تشوف معاك كود ولا اسم ولا ديسكريبشن تقدر تسوي سيرش، ولا انت دي اريد تسوي سيرش مع لوكيشن براند جروب كاتيجوري راك نمبر، اذا كل هذا كله موجود انت تقدر تسوي سيرش مع هذا. بعد اذا موجود زيرو ستوك انت تريد تشوف كم موجود ما في ستوك، اذا انت غلط هذا انت حصل كم اغراض ويش اغراض موجود بدون ستوك. اذا انت تريد تشوف نيجاتيف ستوك يعني بيعت زيادة من ويش في موجود ستوك انت تقدر تشوف. واذا انت تسوي هذا التيك مشان تريل يونت انت تقدر تشوف كم انت بيعت هذا كله، يعني انت حصل حسابه مشان بوكس وبيس مع بعض. واذا انت موجود صورة مشان برودكت انت تقدر تشوف سوي هذا. بعد الحين مشان نسوي واحد، انا سوي واحد جريديد برودكت. انزين اول شيء سجل باركود وايتم كود مشان هو سجل كارتو اسم مشان هو مشان هذا اغراض. اذا انت موجود جروب كاتيجوري انت تقدر تسجل كامل. اذا انت تريد تسوي جديد انت تقدر تسوي جديد من هنا. الحين انا سويت واحد جديد. انت تريد تسوي زيادة من شان كاتيجوري انت تقدر تسوي هذا. بعد الحين لاندنج برينس انت ما له ضروري انت تريد تدخل عشان متى تسوي بيرتشيز يجي. الحين سعر مشان هذا واحد كرتون سجل هذا وسجل هنا دخل مين يونت كرتون، زين ودخل هذا كرتون كم حبه موجود داخل واحد كرتون. اذا 24 حبه سجل 24 سجل مشان هذا بيس وسجل كم سعر، اذا 100 سجل 100 وعطي واحد كود مشان هذا اقراض هذا بيس. زين وانا اسوي سيف. والحين متى نحن نشوف داخل سيلز، الحين متى نسوي مشان بيس يجي مشان بيس على طول. داري تسوي مشان كرتون يجي مشان كرتون بعد سعر ثاني. شكرا.